صباح الخير لكل المشاهدين بلبنان والعالم، برحب فيكم بحلقتنا لليوم من برنامج الحدث. اليوم الاربعاء 28 ايار 2014. بصيرنا اني رحب بضيفنا بهالحلقه الصحافي امين اموري. صباح الخير. صباح النور استاذ امين، واهلا وسهلا فيك. اليوم في احداث كثيره بدنا نحكي عنها، يعني جزء منها سوري، جزء الاخر مصري، وكله له علاقه بانتخابات رئاسيه. بالنسبه للانتخابات الرئاسيه السوريه، اليوم اللبنانيين يعني عم بيعانوا منذ الصباح، وكنا بنقل مباشر منذ قليل من كل الطرقات المؤديه الى السفاره السورية في اليرزي، حيث يتجه السوريون بكثافة رهيبة جدا للإدلاء بأصواتهم في السفارة السورية، في امتعاض كبير من المواطنين يلي ما قدروا يوصلوا إلى المدارس ولا حتى إلى أشغالهم حتى الساعة. وكان في اتصال أيضا مع يعني رئيس بلدية الحزبية، وكان في شكاوى كثيرة بهالموضوع. رح تشكل الانتخابات السورية الرئاسية طبعا يعني عنوان أساسي بحوارنا معك اليوم. نحن من غار إنه كل عم يعملوا انتخابات ونحن ما فينا انتخابات، ونحن اللي بلشنا الفكرة يعني. مزبوط. فرح نحكي بالتفصيل الموضوع، ولكن أيضا في موضوع أساسي رح يشكل عنوان لهذا الحوار، هو الانتخابات المصرية يلي مددت ليوم ثالث مع علامات استفهام كبيرة. كان في مفاجأة هي النسبة المتدنية جدا للاقتراع خلافا لما كان متوقع. ما هو انعكاس هذه النسبة الضئيلة على شعبية عبد الفتاح السيسي الذي كان يترقب نسبة الاقتراع وليس النتيجة طبعا لأنه محسومة لصالحه؟ شو كل يعني المعطيات المحيطة بهذه الانتخابات؟ شو تأثير نتائجها على المنطقة ككل وعلى الربيع العربي الذي وضعت حوله الكثير من علامات الاستفهام من بعد ربيع العسكري؟ ربيع العسكري رح نحكي بالتفصيل بهالموضوع، ولكن بالبداية نتوقف مع موجز لآخر وأهم الأخبار مع كلارا، وبعده ننطلق بحوار. شكرا كلارا، برحب فيكم من جديد مشاهدينا، وبستنى ان نرحب من جديد ايضا بضيفنا الصحفي امين اموري. اهلا وسهلا فيك. سابدا بانتخابات مصر مباشره. يعني نسبه اقتراع متدنيه جدا، لم تتعدى 30% على مدى يومين من الانتخابات. قرار بتمديد هذه الانتخابات ليوم اضافي تحت حجه موجه الحر الشديده، وانه بعض المصريين كانوا صائمين لمناسبه ذكرى الاسراء والمعراج، وحجج وذرائع كثيره لتبرير هذا التمديد. الى ما يؤشر يعني كل هذا الأمر؟ فعلا لافت جدا النظر، بغض النظر إذا قالوا أنها سبب الحرارة أو سبب الأوضاع الأمنية اللي كانت سادة في مصر أو أي سبب آخر، لكن إذا كان خيار الشعب المصري كما يقولون أنه كان ضد الإخوان فهناك مرشح للجيش، إذا كان خيار الشعب المصري أيضا ضد الجيش هناك مرشح للثورة أو باسم الثورة اسمه حمدين صباحي. فإذا كل هذه الخيارات لا تطمئن الشعب المصري ولا تريحه، فهذا يرسم 10 علامات استفهام انه الى اين تذهب مصر. يعني واضح انه من فتره كان في اكثر من انشقاق واكثر من انقسام داخل المجتمع المصري، اولا ما بين انصار الدوله الدينيه وانصار الدوله المدنيه، ومن ثم بين انصار الاسلاميين وانصار العسكر. وشفنا موجات عبرت هيك بصخب عن تأييدها للموجة الإسلامية لما كانت حاضرة يعني بالانتخابات الماضية واللي قبل أول انتخابات اشتراعية لما صوتوا بكثافة للإخوان. وشفنا كمان ب 30 يونيو كيف لما سقط حكم الإخوان كيف نزل 30 مليون بني آدم على الشارع لحتى يقولوا لا لحكم الإخوان فليسقط حكم الإخوان. طب اليوم عندك استحقاق من شأنه أنه يأسس لمصر جديدة، بعتقد مش بس لمصر جديدة، أنا بسمي دائما انتخابات المصرية انتخابات كل العرب، لأنه في ضوء ما يتقرر في مصر يسير الاتجاه في كل العالم العربي. نعم، هذا نحكي فيه بخلاصة يعني النقاش حول مصر. فاليوم عندما يحجم المصريين عن صناديق الاقتراع يعني معناتها ما عاد عندهم ثقة بشيء. طبعا الحياة اليومية طاغية وقاتلة، واللي بيروح على مصر بيشوف يعني نسبة الفقر زايدة كثير، نسبة السكان زايدة كثير، في فعلا هموم قاتلة، لقمة العيش، الأكل، الشرب، الشغل عامي على عيونه للمصريين، مش عم يخلوهم يشوفوا أكثر من هذا المحل. في شعار مصر أولا أنه مشاكلنا قبل أي شيء آخر، وما عم يحكوا بقى إلا بالشأن المصري. وكنت متصور أنه أنا بعد اللي سمعناه واللي عشناه أنه في فوبيا اسمها فوبيا السيسي، اليوم كأن هذه الفوبيا صارت في مكان آخر. فوبيا اللا شيء، اللا مبالاة، عدم العناية، ما بقى كأنه المصري مصدق. هي خيبة أمل يعني بهذا المعنى، أو حالة من اليأس العارم. كأنه مش مصدق شيء. طيب إذا بدك مرشح للثورة عندك حمدين صباحي، إذا عندك مرشح للجيش عندك، ما بدك عندك كل الخيارات، عندك كل يعني الخيارات. ولكم ذلك لم تتجه وانت ما بدك تنزل على الصندوق الاقتراع، فبالتالي أنت فعلا
كل الامال اللي انحطت بثوره 25 يناير وفيما بعد بثوره 30 يونيو كانها لم تعد. طب من المسؤول عن 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 وصول الوضع الى هذا الحد؟ طب يعني ثورتان حصلتا، يعني قيل انه او ثوره اطاحت بثوره ولم يبقى من ثورتين شيء. مستمرة 3 سنين هيك يعني ثوره ورا ثوره ومتكرره ودائمه، عدم الفوضى الأمنية والخطر الأمني اللي هدد حياة المصريين، وفعلا قلقهم أنه يرجعوا لسنين ما عرفوا كيف تخلصوا منها، وطبعا الهم الاقتصادي الخانق، وبالنفس الوقت مش عم يشوفوا مؤشرات على تغيير جدي. يعني مش بسيطة ترجع تشوفي كل أركان النظام السابق وفلول النظام السابق تعود، وعندما نجرب الجدد كانوا الجدد كمان حالتهم أسوأ من السابقين، وعندما جربنا الوجه الآخر للنظام السابق اللي اسمه الإخوان المسلمين كانت الكارثة الكبيرة في مصر. فمن هو؟ وبعدين تعرف حرب الشائعات وحرب الخبريات وحرب القصص ومن أين لك هذا؟ ففعلا خلت المصريين كأنهم لن يعودوا يثقوا بأحد. ولكن بدأ في يعني مرحلة من المراحل أنه فعلا في مبايع على عبد الفتاح السيسي، بيّن يعني كانوا متوعين يعني كان هذا الوضع من يعني ثورة 30 من يونيو، كيف تعاطى مع الإخوان المسلمين، كيف استطاع يعني أن يقمع كل هذه الحركات وصولا إلى اليوم، وإذ بمفاجأة. يعني هل برأيك هو أيضا تفاجأ أم أنه كان في ضخ إعلامي لا يستند إلى حقائق ووقائع؟ اللي بيشوف رد فعل المقدمي البرامج والأنصار يعني السيسي كيف كانت ردة فعلهم على عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، غضب وشتم بالناس بعض الأحيان. طب ليه؟ هل هو خوف خونة؟ يعني ليه هني دعموا بثورة 30؟ أنا بعتقد ليش رجعوا تراجعوا؟ أنا بعتقد في عدم ثقة حقيقية بكل شيء. يعني شافوا منظر العودة إلى نظام مبارك من خلاله، ربما شافوا أنه مشاكلهم الاقتصادية الكبيرة عم تروح تحت شعارات لن توصلهم إلى محل، وصاير ما بقى فرقة معي شيء، أنه أولاً جيب لي لقمة العيش ومن ثم أنا بقعد بحاسب أنا وياك على شغلات تانية. 3 سنين ثورة مستمرة، 3 سنين تحركات، 3 سنين كذا حكومة، 3 سنين كذا استفتاء، صفر نتيجة. واضح أنه هناك أزمة شرعية عميقة في مصر، لا تنضم مصر مع كل الدول اللي متلتين. هم نشوف أن عنصر الشباب كان غائب تقريبا. طب لما يغيب عنصر الشباب اللي بده يغير، ما أنت ما عم تعطيه، ما عطيتيه فرصة ولا عطيتيه مجال ولا عطيتيه حتى الشباب اللي راحوا كمان يعني إلى مكان آخر أو أنه أيدوا، صار في مشاكل حتى بين بعضهم، يعني أنه عدم وضوح الرؤية، ما في برامج، ما في أحزاب. وأنا أعتقد أنه السبب الأول والرئيسي لذلك هو فقدان الحياة السياسية. لا شك أنه 40 سنة من حكم العسكر أو 50 سنة من حكم العسكر بمصر وإمحاء للحياة السياسية التانية وصلت مش بس بمصر، بكل منطقة لهذا المحل. ما في أحزاب، ما في نقابات، ما في هيئات مجتمع مدني، وبالتالي إذا ما فيش تنظيم ما فيك تعمل شيء. لاحظي مين اللي كسب الثورات بكل المطارح؟ اللي كان الوحيد عنده تنظيم اللي هو الإخوان المسلمين. لكن عندما جاءوا بفكر متخلف وفكر رجعي ما قدروا يحكموا، فرجع صدموا بالعالم. أصحاب الأفكار الجديدة ليسوا مؤطرين وليسوا منظمين. سنتين وثلاث سنين غير كافية من أجل إعادة تنظيم أحزاب من جديد وبناء حياة سياسية سليمة. بس كان يفترض نبلش نحط شيء على السكة بهذه الطريقة، كأنه ما عملنا شيء بالمرة. هلأ هو بحاجة جدا إلى شرعية تنفي عنه صفة الانقلاب اللي ألصقت به بعد بعد اللي حدث ب 30 يونيو. يبدو أنه لن يحظى بهذه الشرعية. لا، يبدو تبديد اليوم التالي وغرامات وما بعرف شو إجراءات حكومية، لأنه بدأ ترجع ترفع النسبة على الأقل إلى ما أكثر. يعني أنا بعتقد أقل المراقبين تفاؤلا كان متوقع أن الرقم يتجاوز 30 مليون ناخب بدولة فيها 54 أو 56 مليون ناخب. طبعا لما ما يحصل عليها فالحيضنوا ينهت وينقلوا يعني بالشارع أنك أنت منك صاحب الشرعية الحقيقية، صاحب الشرعية أنت خلعته، وبالتالي ما قمت به هو انقلب. لكن بعتقد لما العسكر يحكم يعني بعد يومين ثلاثة بينسى، لما يصير على الكرسي وقاعد وحاطط عم يطلع بنجومه ويشوف المريدين وما أكثرهم، ويشوف مسقفين السلطان وأنه عم يقلوا له المدائع، بتصور بيتصرف بطريقة تانية، وبصير أنه الناس ما بتعرف مصلحتها، نحن نصير نعرف مصلحة الناس أكثر منها، وبالتالي يمارس ما كان يفترض به أن يمارس. لكن الخوف أنه يحس أنه إذا الناس خانته، فبالتالي هذه الناس، لأنه هو إله ومنزل من السماء، فبالتالي هذه الناس لا تستسهل إلا أنه نتعامل معها
بالطريقة. سنعود إلى نظام مبارك يعني من جديد. إيه فإنه القمع وإنه نحن بنعرف مصلحتهم أكثر منك، إنه أنت ما تتعب حالك، أنت نام وأنا بقرر لك مصيرك وأنا بقرر لك حياتك وأنا بقرر لك نظامك الاجتماعي والاقتصادي وحتى شو بدك تأكل وشو بدك تلبس. بتشوف هون أستاذ أمين إنه الأجواء يلي جرت فيها الانتخابات الرئاسية بالمرة الأولى يعني عندما فاز محمد مرسي كانت من الناحية الديمقراطية سليمة أكثر من الانتخابات التي يعني تجرى اليوم؟ يعني كان في تنافس، بعتقد ما كانت أزمة الشرعية، يعني كان في يمكن حوالي 25 مليون وكان ناخد، وكان في مشاركة من كل الأفرقاء وكل الأطراف، وكانوا فعلا أنه رايحين على حكم مدني. إذا اليوم دور الإسلاميين لحتى يحكموا مش ماشي الحال فنحن نرجع، أنا بعتقد هني روحوا على حالهم فرصة ثمينة. والجيش أيضا في هذه المرة كمان روح على حاله فرصة ثمينة، لأنه مصر عندما تشكلت آخر حكومات واضح أنه عم ترجع تتكئ وتستند لنفس التشكيل الاجتماعي السياسي اللي كانت موجودة سابقا، ونفس الأطر، يعني بمعنى الاتكال على الجيش، الاتكال على المؤسسات الأمنية، وليس على التحالفات لا الطبقية ولا السياسية ولا الاجتماعية القائمة. يعني كنت بدك توسعي الإطار، فإيش الحكومات ضباط سابقين أو كانوا من أركان النظام السابق تحسوا الناس أنه ما تغير علينا شيء، نحن باقيين محل ما كنا، يعني وكأنه لم تحصل ثورة 25 يناير، خايف الناس، خايف وخافوا الناس أنه ما بقى رحت، كأنها لم تحدث وكأن نتيجتها صفر، فبالتالي ربما أحجموا عن المشاركة وعن هذا. لكن هذا باعتقادي هي ستزيد المشاكل الكبيرة، السيسي سيكون رئيسا واضح يعني ما في، لكنها باعتقادي ستزيد المشاكل ولن تخفف منها، مش لح تكون يعني بتمنى تكون درس لحتى يرجع يتعاطى مع الأمور بطريقة أخرى، لكن على الطريقة اللي ماشي فيها الأمور ما بعتقد أنه رح تضبط الموضوع القليلي على القليلي بموضوع واحد واضح جدا فيما يتعلق بالأخوان المسلمين. لا شك أنه الأخوان المسلمين ارتكبوا ما ارتكبوا، أخطأوا ما أخطأوا، لكن هؤلاء في النهاية جزء من النتيجة الاجتماعية. نعم اسمح لي، ما فيك تقولي أنا هذا الجزء لن يعود أبدا للحياة السياسية في مصر. طالما بعد في الكثير من النقاط طبعا بالموضوع المصري رح نحكي فيها بالتفصيل، ولكن بدنا نطلع على الأجواء على الأرض ميدانيا في مراكز الاقتراع في اليوم الثالث مع الزميلة منى عشماوي مباشرة من القاهرة. صباح الخير منى. صباح الخير كاترين. تفضلي منى، يعني اليوم الممدد اليوم الثالث بأي أجواء انطلق؟ نعم صباح الخير لضيفك العزيز والكريم. الحقيقة هناك تخبط كاترين في جميع الاتجاهات، وهذا ما تقوله صحافة اليوم المصرية، تخبط فيما يتعلق بتمديد مدة الاقتراع بالأمس إلى ساعة ثم إلغاء هذا القرار، ومن ثم تمديد ليوم ثالث، رغم أن اللجنة العليا للانتخابات نفت أكثر من مرة بأنه سيكون الاقتراع على ثلاث أيام. تخبط في الدولة المصرية، تخبط واضح. اليوم علمنا بأن حملتي حمدين صباحي والسيسي سحبت مناديبها من على صناديق الاقتراع داخل اللجان اعتراضا على تمديد اللجنة العليا للانتخابات اليوم الثالث لفترة الانتخابات الرئاسية. مررت مرورا سريعا في الصباح الباكر على لجان الاقتراع القريبة مني، ولكن وجدت بأنه حتى الآن يعني هناك يعني عدم حضور للناخبين، يعني ليس هناك كثافة اليوم الأول. الأمر كما هو كان بالأمس، يعني هناك عدم إقبال، يعني غير يعني عدم إقبال، والإقبال خفيف وطفيف للغاية. يعني ممكن أن نجلس ربع ساعة فنجد مواطن واحد يدخل إلى لجنة ويدلي بصوته. بالطبع هذا سيؤثر في كثير من الأحداث والمجريات في الأيام والساعات القليلة القادمة. دعيني أقول لك بأنني عندما سألت الكثير من الشباب الذين لم يذهبوا إلى مراكز الاقتراع، كانت كلمة الإحباط هي سيدة الموقف الحقيقة في هذا الوضع. كاترين 30 مليون شاب لديهم أصوات انتخابية في مصر، ولكن يعني وعلى مسؤوليتي أعتقد أن أقول بأنه ربما 4 أو 5 مليون هم من ذهبوا للاقتراع، ولكن باقي الشباب يشعرون بالإحباط، يشعرون بأنه لن يكون هناك جديد، بأنهم ذهبوا أو لن يذهبوا ستكون هناك نتيجة بعينها هي التي ستظهر. اليوم الصحف المصرية حملت الدولة الكثير من يعني الاتهامات، حملت الطقس، اللجنة العليا للانتخابات حملت الطقس والحر، عدم إقبال الجمهور على الانتخابات، المحاصيل الزراعية في نقطة، ولكن هذا كمنشط في عناوين اليوم أن المحاصيل الزراعية
كانت سببا في عدم اقبال الناخبين على لجان الاقتراع، ولكن بالطبع هو هناك الكثير من المفاهيم السياسيه العميقه وراء هذا، يعني هذا الاعتراض او نستطيع ان نقول عدم الاقبال على مراكز الاقتراع، خاصه في السن الشباب الذين وجدوا بان قسمتهم هي تحصيل حاصل، على عكس ما من نزلوا في 30 من يونيو باشاره من اصبع يعني عبد الفتاح السيسي. ولكن اليوم تغير الموقف لكثير من الامور، لعل على راسها هذا الاعلام المتحيز لعبد الفتاح السيسي. منى، هل من الرقم الرسمي محدد بشان نسبه الاقتراع حتى الساعه؟ يعني الحقيقة لا رقم رسمي محدد حتى الآن، يعني الأرقام الرسمية 37% فقط هم من ذهبوا إلى مراكز الاقتراع. نعم. 37%، وإذا استمر الوضع إلى ذلك أو إذا وصل إلى 40% ستكون هناك خيبة أمل كبيرة جدا، ويعني سيكون هناك إحراج كبير للمشير عبد الفتاح السيسي الذي راهن على أصوات من نزلوا في 30 يونيو بأنها جميعا ستكون في صالح. شكرا لك يا منى، حدثتنا مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة. إذا أستاذ أمين أموري، 5 ملايين شاب من أصل 30 مليون يعني بيقدروا ينتخبوا، بحق لهم ينتخبوا، هذا يعني الجو اللي كنا عم نحكي فيه وحالة الإحباط يعني كما ذكرت وخيبة الأمل. طيب، ولكن بالنهاية سيصل المشير عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة المصرية، كيف سيواجه؟ أنا أخشى أن تكون هذه النتيجة كما قلت سببا للانتقام بطريقة أو بأخرى، أن الناس لا تعرف مصلحتها كما كان يفكر كل القادة الملهمين الكبار. نحن نعرف مصلحة الناس أكثر منه، وعندما لا تفهم الناس مصلحتها بالقوة سنعلمها كيف تكون مصلحتها. عن جد فعلا، بس هذا يعني ولكن اليوم يقال لأنه في عقل مش عم يقبل الآخر. لو كان هناك عقل يقبل الآخر كانت قلت بعد 33، أول حكومة تشكلت بعد 30 يونيو كان يجب أن تكون حكومة تشمل الجميع، تضم الجميع، وعلى رأسهم الشباب الذي، ومش بس الحكومة، كان يجب أن يكون تغييرات فعلية حقيقية تمس فعلا ما كان يطالب به الشباب، الحرية، الكرامة، العيش. طب إنه بلشنا نشوف القمع، 500 حكم إعدام، 600 حكم إعدام، ما صايرة ولا بمحل بالعالم. عندك مشكلة مع الإخوان المسلمين، فهمنا معنا تضخمت كثيرا للإفادة منها للوصول إلى السلطة، لكن بعد شوي صار اللي عم يتظاهر، اللي واقف عم يقول كلمة 6 أبريل وغير 6 أبريل صاروا كلياتهم بالسجون وما إلى. فبالتالي يعني ما عدنا شفنا كل ما نزلنا من أجله، من أجل تغيير مصر، من أجل بناء مصر مختلفة، لم نرى منه شيئا. كان هناك فرصة لإعطاء نموذج كيف تدار السلطة، لإعطاء نموذج كيف سيكون المستقبل. بدل شلنا اللي عينهم المحافظين، اللي عينهم المرسي بالفترة، حطينا بدينا على القليل هذول كان في بياناتهم مدنيين. هون رجعنا جبنا عسكر. رجعنا جبنا العسكر، الوزراء اسم كبير من الوزراء كانوا وزراء النظام مبارك، اسم كبير من الناطقين باسم الدولة، المتحدثين باسم الدولة كانوا كمان بهذا المحل. بس هون استاذ امين يعني ذكرت انه مسألة الخوف من الانتقام يعني من هذه النسبة المتدنية للاقتراع، ولكن مصلحتها. يقال انه رغم كل شيء ولكن الشعوب تغيرت، يعني صحيح انه الثورة وكأنها لم تكن، ولكن في شيء بالقاعدة الشعبية تغير عن زمن حكم مبارك، وبالتالي الا يخشى من اندلاع ثورة جديدة فيما لو فعلا لم ينجح المشير عبد الفتاح السيسي في انقاذ الوضع السياسي والامني والاقتصادي المزري في ما مصر. ممكن تكفي الى يعني وقت غير محدد، في بالاخر بدها الناس تعيش، بدها الناس تاكل، الناس بتتعب يعني، فاحيانا الناس بتتعب، وربما يصير بعض الاغراءات يعني من ببعض الهدايا والمكرمات اللي ممكن تتقدم من بعض دول الخليج، ونرجع نسكت هدول ونرجع نعمل شرخ حقيقي داخل المجتمع نفسه، داخل القوى السياسية نفسها بأكثر من محل. وبنعرف كمان في تجارب سابقة أنه كانت الناس سائرة في أكثر من مكان، لكن القمع البوليسي في بعض الأوقات. لكن طبعا بتأمل أنه المصريين ما عادوا من جديد سهل يرجع واحد يحطهم بالكمكم ويسكر عليهم، يعني ما بعتقد بسهولة. وبالتالي إذا صار من هذا النوع شيء من هذا القبيل، فمعناته أنه اللي كان يعني يتمنى البعض أن يحدث لمصر مثل ما حدث في سوريا، مثل ما حدث في ليبيا، أن ندفع بمصر إلى هذا الاتجاه، وبنتمنى إلى الفوضى، يعني إلى الفوضى العارمة والاقتتال الداخلي بكل أنواع السلاح يعني. وبنتمنى أن هذه الشغلة ما بتصير. يعني طبعا عم يصير في محاولات عدة من أكثر من طريقة،
انه عبر كم ضخ كم من المساعدات اللي لا تكفي لحل المشكله الاقتصاديه، عبر اغراء مصر بليبيا، عبر اغراء مصر ببعض الادوار المعينه بعض المساعدات، طبعا يعني كل شيء حتى هذه اللحظة لا يبشر. أنا بعتقد الوحيد الذي يبشر، الذي يمكن أن يكون له معنى ثاني، فعلا إشراك كل القوى المصرية الحقيقية في عملية مهمة إعادة البناء. هل يمكن أن يقدم هذه لحد اللحظة أن يقدم عبد الفتاح يعني السيسي على خطوة من هالنوع؟ بتمنى أنه مثلا يكون تعلم من 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 هذه النتيجة وما تكون الغرور ضربه يعني. فأنه يشوف أنه فعلا أنه ما حدث أنه لا تستطيع قوة منفردة من حكم مصر، حتى ولو كانت الجيش اللي له الدور الأكبر في حكم مصر. هون بدي أشير أنه بعض الصحفيين المصريين المقربين من من السيسي يعني بدأوا هيك يسوقون حسب ما قرأنا يعني بعض الأخبار أنه قد لا يقبل بمنصب الرئاسة يعني احتجاجا على نسبة التأييد الشعبي المتدني جدا. بعتقد حبه للسلطة واضح من أول لحظة يعني، وراكد عليها بكل ما أوتي من قوة يعني للذهاب إلى هذا. هون ذكرنا أستاذ أمين بهيك جملة يعني أنت نعم أنت ألفت تعليقا على هذا الموضوع. هي هي شعر لأحمد فؤاد نجم يعني خوفي من يوم النصر نربح سينا ونخسر مصر. أنا عشان سينا حولتها يا خوفي من نربح سيسي ونخسر مصر و... فانه هذه الامال الكبيره انه معلش روقوا يعني. انا بعتقد انه مش الاشخاص، ما بقى فينا نراهن على الاشخاص، الذي يستطيع ان يغير هي قوى اجتماعيه قوى سياسيه. اي واحد بعده بيراهن على الاشخاص بكون غلطان وجربنا حتى. بس هون بدي اقول لك شيء كمان يعني ما في احزاب. انا مشكله حمدين صباحي ايضا في هذا الموضوع انه كمان اتكل على شخصه وعلى الكاريزما، لم يتكئ على حزب كبير. الحزب مهم جدا. النقابات مهمه يعني جدا. يعني هون الاحزاب العلمانيه والتيارات العلمانيه اللي ظهرت يعني مع الثوره ما ظهرت غايبه في كل العالم العربي، مش ليست موجودة. احزاب منظمه، ولكن ظهر تيارات وحركات وما الى ذلك يعني من تكتلات اجتمعت كلها بعضها وعملت هذه الثورة. ألا تتحمل بدورة أيضا مسؤولية أنه لم تجتمع موجودة على هدف واحد، تضاربت مصالحها بشكل أنه انقسمت وتفرقت حتما يعني حتى يعني لم ينجحوا في إنشاء جبهة حقيقية يعني لم ينجحوا في إنشاء حركة وطنية تستطيع أن تغير. عم اقول حتى الصديق حمدين صباحي والتيار الشعبي كان تيار إلى حد ما يعني هيك ما بدي أقول كلمة فوضوي ولكن عشوائي. في تنظيم، في أسس، في خلايا، في قواعد، في وسائل اتصال، في جرائد، في ما بقى في ما فيك تشتغلي عبثا يعني او انه بس مجرد انك تحط شعارات وتمشي عليها. فللاسف بتونس مثلا ليش الوضع مختلف؟ بتونس الوضع مختلف وما سقطوا هذه السقطات لانهم كانوا متكئين ليس على الجيش انما كانوا متكئين على اتحاد الشغل والنقابات العمال القويه جدا والمغلغله بالمجتمع. حميت تونس، قدرت تتأسس، قدرت تكون صمام الأمان لمصر في مصر وفي الدول، صمام الأمان لتونس في مصر. الاتكاء فقط على الجيش، في الدول الأخرى اتكاء على القبيلة أو اتكاء على الطائفة أو اتكاء على العشيرة. لهون كمان المشكلة أنه بدأ الجيش بمرحلة من المراحل هو المنقذ الحقيقي من حكم الأخوان المسلمين. ليش بتونس ما صارت؟ أنه بتونس ما رجع الجيش، ما صار في مشكلة، لكن اللي دفع بهذا الوعي أعتقد أن النقابات و هيئات المجتمع اللي هي كانت غائبة في مصر إيه كانت غائبة في تونس كل المكان، مع أنه بمصر لها تاريخ عريق مع العمل النقابي. لكن الفارق أنه في تونس كان لها الكريم الفصل، في حين كان الكريم الفصل للجيش، وللجيش طبعا بفكر عسكر بفكر بموضوع واحد يعني ما هذه كلمه ديمقراطيه. كيف سيتعاطى يعني برايك عبد الفتاح السيسي مع المساله الامنيه الحساسه في جدا ملفات في مصر تبدأ ولا تنتهي؟ إذا بلش المشكلة الأمنية بحل، أنا أعتقد أنه الحل المشكلة بعد ما حكينا بالاقتصاد هو المصالح يعني السياسية. ما فيك تعمل حل مشكلة بالأمن بس بأنك أقمع وأخصف، لأنه هذا بيعمل رد فعل والدم بجر الدم. بدك تعمل مصالحة سياسية حتى مع الأطراف الآخرين بما فيهم تيارات داخل الأخوان المعتدلين، واللي ما بده بيصير شارد أمنيا أو أنه مطريد وقاعد برا يعني مثل ما صار بالجزائر. فأولا المصالحة الوطنية، ثانيا فعلا أنك تعطي الناس ما تثق به وما يريحها حتى تثق بهذا النظام وتدعم. مثل شو يعني؟ شو مطلوب؟ اقتصاد، أنك تعملي لهم شغل. عم نحكي من النواحي الأمنية. والنواحي الأمنية فعلا تعيشيهم بأمان ونوع من الحريات. بس هذا سهل؟ مش صحيح. بس صحيح هذه المهمة سهلة يعني بعد الدرك السيء جدا يلي وصلت له الأوضاع على جميع الأصعدة. إذا واحد مش متمسك شخصيا هو بالسلطة،
بتصير سهلة إذا بيقبل التغيير وصناديق الاقتراع تتحكم فيه وأن يكون هي الكلمة الفصل. ليش لا؟ أنه إذا أعطيت الناس حريتها الحقيقية وما تقام أعطيها لأنها عم تقول رأيها فيها تساندك وفيها تدعمك، لما تلاقي نظام موفر للحد الأدنى من الكرامة من العيش من الحرية اللي هي كان أساس ثورتها. وهذه منها صعبة، بس بديك واحد من الأخوان وعدوهم بهالشي لما أجوا عملوا حكم الحزب الواحد ونسيوا الباقيين وحكم المرشد، والجيش عندما يأتي سيرى أنه هو الأصلح وهو الأقدر فقط على بناء الدولة. بتمنى بتأمل أنه بعد صدمة نسبة المشاركة، طبعا هو سيكون الرئيس المقبل، أن يكون استفاد من هذا الدرس دي يوسع دائرة المشاركة. كل ما توسعت دائرة المشاركة كل ما الناس حاسة أنه هي معنية، كل ما كان فرصة الإنقاذ أكثر. هلأ الناس بعتقد ما مشاركين والشباب أحبطوا وقعدوا لأنهم فعلا حسوا أنه هو هني ما لهم دور، كان يعني يجب أن يكون لهم دور كبير وأساسي في عملية التغيير هذه وفي قيادة حملة السيسي أو أي مرشح كبير آخر. رح نتابع أيضا بمصر ولكن من بعد الجولة على بعض الصحف وأبرز ما ورد فيها مع رونا. تفضلي رونا. شكرا كاترين، صباح الخير لجميع المشاهدين. فقرة الصحف اليوم رح تبدأ من صحيفة السفير وبعض المعلومات التي أوردتها هذه الصحيفة عن العلاقة بين عون والحريري. إذا كانت الطرق المؤدية إلى سلسلة الرتب والرواتب قد قطعت أو قطعت حتى إشعار آخر، فإن شرايين الحوار بين المستقبل والتيار البرتقالي ستظل مفتوحة لوقت إضافي. لا يرغب الرئيس سعد الحريري في إعادة استعداء العماد ميشيل عون بعدما نجح في تحييد وتعطيل صواعقه المتفجرة، وهو يحاول قدر الإمكان تمديد فترة شهر العسل، إنما من دون التورط في الوقت ذاته بارتباطات تتجاوز قدرته وصلاحياته. أما عون فلم يقطع الأمل في إمكانية تطوير التقاطع مع الحريري إلى تفاهم أوسع يحمله إلى قصر بعبدة، ولذلك فضل إعطاء فرصة الاتفاق مهلة إضافية تمتد حتى 20 آب، الموعد المفترض لدعوة الهيئة الناخبة إلى الانتخابات النيابية مع انتهاء ولاية المجلس الممدد له. السيناريو البديل لدى عون ينطوي على إعادة ترتيب الأولويات بحيث تسبق الانتخابات النيابية تلك الرئاسية، وكأن لسان حال الجنرال يقول للحريري: إذا كان من الصعب عليك أن تدعمني للرئاسة فأنا سأحررك من هذا العبء، ما أريده منك فقط أن تسهل إقرار قانون انتخابي عادل واترك الباقي علي، من جهتي فعلت كل ما هو مطلوب مني لإنجاح مرحلة بناء الثقة بيننا وقد جاء دورك. وإلى صحيفة النهار فيما يخص سلسلة الرتب والرواتب، كتبت الصحيفة اليوم: رأى مصدر نيابي في قوى 14 من أذار أن الأكثرية النيابية مع مشروع معقول لسلسلة الرتب والرواتب، وهي تضم كل مكونات 14 من أذار وتكتل تغيير والإصلاح وجبهة النضال الوطني، كما كانت كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذا التوجه أيضا. وإذا جرى البحث مجددا في الموضوع ففي الإمكان إيجاد حل إقراره بمادة وحيدة وسط قبول بانعقاد المجلس ضمن مبدأ استثناء الضرورة. وقد أبلغ النائب جورج عدوان بري اقتراحا للخروج بحل لموضوع السلسلة يقضي بأن تبحث اللجنة الفرعية التي يجب أن تتوسع لتضم ممثلا عن حزب الله مع وزير المال في الأرقام الواقعية للسلسلة، ومن ثم إعداد مشروع لإقراره بمادة وحيدة في الجلسة النيابية العامة مع ضمان عدم تحريك الشارع لاحقا ضد ما سيتفق عليه. ومن صحيفة النهار إلى صحيفة الأخبار والمحكمة والأخبار: المواجهة حتما. إبراهيم الأمين كتب اليوم في صحيفة الأخبار مجددا: أطلب تأجيل موعد الجلسة المزمع عقدها في 29 أيار لفترة زمنية جدية وكافية لإنجاز المطلوب مني، كما أجد لزاما علي لفت انتباهكم ومسبقا إلى خطورة التعامل بانفعال مع رسالتي وأسئلتي أو اعتبارها على أنها تهرب من المسؤولية. ومن المؤكد لي بأن أي تفسير سلبي لأسئلتي قد يدفعكم إلى خطوات خاطئة ستنعكس مزيدا من الضعف في مصداقية المحكمة، كما أن اللجوء إلى محاكمة غيابية سوف يفتح الباب أمام تشكيك قوي من جميع المعنيين بحقوق الإنسان في عدالة محكمتكم، وسوف أرفض بصورة مطلقة توكيل أي شخص أو جهة للدفاع عني خلافا لإرادتي، وسوف أحملكم مسؤولية هذا العمل إن حصل، كما سوف أحمل كل من قبل بتولي مهمة كهذه خلافا لإرادتي كامل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عنها.
لا أظن أنكم تحتاجون إلى من يلفت نظركم إلى أن توفر الشرط الأخلاقي والإنساني والمهني لقيام محاكمة عادلة يستدعي حكما توفير كل شروط الدفاع للمتهم. فكيف الحال ونحن أمام محكمة تضررت صورتها ومصداقيتها بشكل كبير، كذلك في ظل الشكوك الكبيرة التي تحيط بظروف قيامها وطريقة عملها وانتقائية الملاحقة في جرم التحقير واجتراح السوابق الدولية للادعاء ضد الشركات الإعلامية في لبنان. أيضا من صحيفة الأخبار وفي صفحتها الأولى خليج ليكس قريبا، كتبت نور سماحة: أعلن الصحفي الأمريكي غلين غرينولد الذي نشر عددا من الوثائق السرية الخاصة بوكالة الأمن القومي الأمريكية أنه سيتم قريبا الكشف عن وثائق تسلط الضوء على برامج الشراكة والمراقبة القائمة بين الوكالة وأجهزة استخبارات في الشرق الأوسط على الأخص في دول خليجية. وقال غرينولد الذي كان أول من فجر فضيحة وكالة الأمن القومي عام 2013 وفاز بجائزة بوليتزر عن تغطيته المستمرة للقضية، إنه سيتم الكشف عن وثائق إضافية متعلقة بمنطقة الشرق الأوسط. وفي مقابلة من منزله في البرازيل تحدث غرينولد لأول مرة لصحيفة عربية عن الدور الذي تلعبه وكالة الأمن القومي وتأثير التسريبات التي تم نشرها على تغيير المواقف من الولايات المتحدة وعلى العلاقات معها، كما تناول الوثائق المتوقعة في المستقبل وقال: من الأمور الأساسية التي نريد العمل بشأنها وثائق تفصل تعاون وكالة الأمن القومي مع بعض أسوأ الطغاة في منطقة الخليج لتعزيز قدراتهم على التجسس على المواطنين، ولتتشارك وكالة الأمن القومي مع تلك الأنظمة المعلومات التي ترد عن تلك الدول. وأضاف: هذه قصة مهمة جدا علينا أن نرويها ونريد أن نعمل عليها الآن من دون أن يعطي إطارا زمنيا محددا. وإلى صحيفة الشرق الأوسط: أوقفت السعودية نشاط مستثمر لبناني فيها وسحبت ترخيصه تنفيذا للقرار الخليجي القاضي بملاحقة النشاط الاستثماري والتجاري للجماعات والأشخاص المنتمين لحزب الله اللبناني. وقالت مصادر إن وزارة الداخلية تجري فحصا أمنيا لهوية المتقدمين الأجانب لممارسة التجارة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار في البلاد في خطوة تسعى لتنفيذ القرار الخليجي المشترك بحصر استثمارات منسوبي حزب الله وفرض قيود على معاملاتهم التجارية والمالية. وإلى الخبر الأخير عودة إلى صحيفة السفير وهذه التغريدة بعنوان أوتيل: في الأشرفية فندق غير الفنادق المعروفة، ليس فيه بهو واسع ومقاعد وثيرة ولا موظفات استقبال حسنوات، والقهوة يحضرها الضيف بنفسه على غازه الخاص. هنا لا مناديل معطرة ولا أضواء، لا يعرف هذا الفندق غير زواره وهم أنفسهم منذ سنوات، يزيد عددهم أو ينقص لكنهم يعرفون بعضهم بعضا، ومن يأتي لقضاء ليلة قد تطول إقامته شهورا وحتى سنين. هكذا عندما مررت قرب المكان سألت السائق إلى أي منطقة يعود موقف هذه السيارات العمومية، فأجابني بلكنته الطرابلسية: هذا ليس موقفا، إنه أوتيل. وعندما استفسرت عن قصده قال لي إن هؤلاء السائقون من الشمال يشتغلون في النهار في شوارع بيروت وينامون في سياراتهم ليلا تحت الجسر. كيف ينامون؟ ينامون مثل ما ينام الجنود في الخندق. وأنت أين تنام؟ أنا كان أوتيلي سابقا في منطقة المكلس، أما الآن فأسكن غرفة صغيرة مع آخرين، لكني قريبا سأعود إلى الأوتيل. فإضافة إلى الأوتيلين هذين ثمة واحد في الدورة وآخر أصغر في برج حمود. شو بتعمل؟ ما في شغل بالبلد، طرابلس واسعة وضيقة بنفس الوقت، قال السائق وراح يسلي نفسه بالحديث عن فوالي طرابلس. لهون بنوصل لختام جولتنا على الصحف، عودة لكاترين. شكرا لك رونا. وقبل ما توقف مع فصل بدنا نعود الى اجواء الانتخابات الرئاسيه السوريه في الخارج، تحديدا في السفاره السوريه في اليرزي مع زميلنا نانسي السبع. صباح الخير نانسي. صباح الخير كاترين. فعلا اليوم في السفاره السوريه هنا في لبنان غفيرة عشرات الالاف من السوريين يتدفقون من مختلف المناطق اللبنانيه للمشاركه في الاقتراع من خارج بلادهم نتيجه الحرب الدائره منذ 3 سنوات. هذه الانتخابات هي الانتخابات التعدديه الاولى يمكن القول في تاريخ سوريا، بعد ان كان شعار الحزب الواحد القائد، حزب حاكم واحد قائد واحد. ايضا هنا في السفاره
السفارة السورية هنالك تدافع من قبل السوريين للإدلاء بأصواتهم داخل السفارة. ثلاثة مرشحين يخوضون هذا المعركة يمكن القول الانتخابية هنا في من لبنان إلى سوريا. المرشحون هم رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، أيضا الدكتور حسان النوري وماهر حجار. المرشحون الثلاثة اليوم يعكسون صورة لانتخابات كما ذكرت تعددية. السوريون في لبنان حضروا من مختلف انتماءاتهم ومشاربهم للإدلاء بأصواتهم. أبواب الاقتراع فتحت عند الساعة 8 صباحا، إلا أن السوريين كانوا قد حضروا إلى السفارة وإلى مداخل السفارة من كل الجوانب، من ناحية اليرزي، من ناحية الحزمية، من كل المناطق. قبل يعني عند الساعة 6 كان الاكتظاظ بدأ يملأ الشوارع المحيطة بالسفارة السورية كما تشاهدين كاترين في الصور، إضافة إلى العلم السوري، علم حزب الله، هذا العلم الذي رفع هنا في السفارة وأيضا يرفع على كل الطرقات بأعداد السوريين الذين يحضرون. أيضا عدد كبير من الفنانين يحضر للإدلاء بصوته، الفنانين طبعا الموجودين هنا في لبنان. الفنان مظهر الحكيم إلى جانبي وهو حضر أيضا منذ ساعات باكرة للإدلاء بصوته. صباح الخير أستاذ مظهر. صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيكم. اليوم هذه الانتخابات البعض بيقول لأول مرة في انتخابات تعددية بسوريا، أول مرة هذا المشهد، بتأسف أنك تكون عم بتشارك فيه من خارج سوريا؟ لا أبدا، لأنه سوريا ولبنان وأي بلد عربي بتضم السوريين بحب، هي بلدنا. اليوم فينا نسألك مين بدك تنتخب؟ طبعا مين بدك تنتخب؟ معروف، معلمنا، حبيبنا، أستاذنا الرئيس بشار الأسد. بتلاقي انه هيدي الاعداد الكبيرة شو جاي تقول اليوم؟ يعني اعداد خيالية البعض عم بيقول. فعلا انا تفاجأت لما جيت من اول الشوارع من برا، تفاجأت لاحظت انه في قدامي شي مليون انسان. طبعا هن طلعوا اقل، بس يعني الرؤية من بعيد حسيت انه في حشد كبير يعني. ولهلا انا قاعد عم بتفرج من بعد ما انتخبت، قاعد عم بتفرج اولا كمظهر الحكيم المواطن السوري، ثانيا كحب الاستطلاع، وكمان كمحطة الثبات اللي أنا هلأ فيها كمدير برامج. أنا عم تابع الحالة اللي فيها كتير شغف وفيها كتير حب وفيها كتير ألفة، يعني أنا بصراحة ما كنت متوقع هذا الكم. اليوم السوريين جايين ينتخبوا ولا جايين يقولوا لا للحرب؟ لا جايين يقولوا أولا لا للحرب، ثانيا ينتخبوا، لأنه نحن تعرضنا لأزمة خطيرة. يعني أنا ما بدي رد فتح جروحاتنا، سوريا تعرضت إلى أزمة وليست عادية لم تحصل في تاريخ العالم. سوريا هجوم الناس عليها أو الأعداء، 83 بلد يحاولوا تدمير سوريا. سوريا لو ما كان فيها شيء، يعني أنا بحكي هلأ كإنسان، لو ما كان فيها شيء قوي وشي متين وفيها جزور وفيها أصالة، ما كانت تكاتفت الناس عليها لحتى تدمرها. سوريا فيها تاريخ، تاريخنا العربي معروف، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل لدمشق وقلوا بصمته، وقالوا له يا رسول الله لما لا دخلت دمشق؟ قال لهم لن أدخل الجنة مرتين. اليوم استاذ مظهر البعض مصر من السوريين مثل ما عم شاهد يصوتوا بالدم، يبصموا بالدم، يعني هذا الامر شو بيعني؟ انهم عم ببيعوا مجددا؟ البعض رح يقول انه قديش ديمقراطيه هذه الانتخابات في ظل الحرب في سوريا. لا عشان نخليها للنكته، في دم كثير صار. معلش، هذا شعور انسان، شعور واحد مواطن ترك بلده وتشرد وطلع لبرا. نحن ما تشردنا بإرادتنا، ما طلعنا لبرا بإرادتنا. في مواطنين طلعوا غصب عنهم، في مواطنين هربوا من القتل، في مواطنين هربوا من الاغتصاب، من السرقة، من النهب. يعني ما مو واحد بيطلع من بلده بإرادته، بيطلع غصب عنه. أنا ما طلعت بإرادتي من سوريا، أنا طلعت مرغم أخاك لا بطل، لكن الظروف هيك، لكن أنا سوري. تعتبر الانتخابات ديمقراطية؟ أنا بعتبر هي الانتخابات قمة الديمقراطية وليس الديمقراطية.
شكرا شكرا استاذ مزار، شكرا لك. اذا كاترين، يعني المشهد هنا تحديدا خلفي في السفاره السوريه، اذا يمكننا مشاهده المشهد من مداخل السفاره السوريه. كما ذكرت اعداد كبيره تحضر، مددت ساعات الاقتراع، فتره الاقتراع حتى السابعه مساء بحسب ما اعلن السفير السوري علي عبد الكريم علي في لبنان، وذلك لكي يتمكن اكبر قدر ممكن من السوريين من الادلاء باصواتهم. السوريون الذين هم يعتبرون اليوم في لبنان لاجئون ونازحون من الحرب في بلادهم، يحضرون اليوم كما ذكرت لقول كلمتهم، لقول كلمة سوف تكون في المشهد، هي الكلمة السرية التي ستوضع في صندوق الاقتراع، أو الاسم السري الذي سيضعونه في صندوق الاقتراع. الشعار الأبرز الطاغي هو شعار كما تسمعون بالروح بالدم، يفتدون الرئيس بشار الأسد. نعم. وإذا كاترين هذا هو المشهد من هنا من السفارة السورية، تفاصيل جديدة سنعود إليكم. طبعا نانسي شكرا لك، حدثتنا مباشرة من أمام السفارة السورية في اليرزي. اسمح لي أستاذ أمين فاصل، ومن بعده منتابع بحوارنا معك، ابقوا معنا. نتابع معكم مشاهدينا برنامج الحدث مع ضيفي الصحفي أمين أموري، ونتابع أيضا في الشأن المصري والانتخابات والمرحلة اللاحقة ما بعد هذه الانتخابات. أستاذ أمين، ماذا سيحل بالإخوان المسلمين في المرحلة اللاحقة؟ يعني قال السيسي بخطاباته النادرة أو بمقابلاته النادرة أنه لن يكون، طالما أنا موجود لن يكون للإخوان المسلمين أي وجود سياسي. وأعتقد أنه يمكن اليوم بينحكى هيك، لكن هذه انا بضلني بقول هذه جزء من النتيج الاجتماعي المصري السياسي. هم موجودين ولا شك انه في بيناتهم عاقلين، ولا شك انه في بيناتهم معتدلين، وممكن بيعرفوا تماما انه مصلحتهم تقتضي انه ما يخرجوا عن كنف الدوله او الكنف السياسي العام. فبالتالي يمكن الحوار مع بعض هذه المجموعات وعزل المجموعات المتطرفة اللي لا شك أنها استفادت من هذه المشكلة. لن يستمروا في الاحتجاج والتظاهر برأيك في المرحلة اللاحقة؟ بعتقد اليوم رح يكون عندهم، رح يشعروا إذا كان فعلا نسبة المشاركة ضئيلة جدا جدا، رح يشعروا أنهم لا يزالوا قوة أساسية. وكل ما ارتكب النظام الجديد أخطاء، كل ما سيحاولون تلقفها قدر الامكان ويأسسوا عليها. امبارح بلشوا يقولوا وهنوا الشعب المصري، اصوات اكثر من السيسي يعني كمان بلشوا يهنوا الشعب المصري امبارح انه قلناكم وانه فعلا مقاطعتكم هي اللي وصلت الموضوع، وكانهم هي القوه الكبيره، وهن علما ابدا مش هيك الموضوع بعتقد. طبعا التعاطي مع الموضوع الاخوان المسلمين، التعاطي مع الموضوع الملف الامني، التعاطي مع موضوع الارهاب، هذه من المواضيع المهمة جدا كثير في المرحلة المقبلة. طبعا اليوم في تقدم يمكن على باتجاه تحسين المواقع أو بمنطقة سيناء، لكن اليوم مصر مفتوحة على أبواب جهنم إذا صح التعبير. في 50 مليون قطعة سلاح بليبيا، في مين بيحكي عن جيش مصري حر موجود على الساحة الليبية، في إخوان مسلمين ومسلحين بأكثر من مكان، ففي بالسودان نفس الموضوع. فبالتالي هي مطوقة بسلسلة من الأزمات الأمنية، إذا لم تحسن التعاطي معها ستغرق مصر في مديد من الأزمات وتبعدها عن الدور المفترض. يعني في النهاية لمصر دور كبير، ظلت مصر بهذه الحالة الكل حولها خاسر. هون بدي احكي عن تاثير ما يجري على العالم العربي ككل. يعني اولا بنسمع كثير اراء بتقول انه وصول السيسي اليوم الى الرئاسه في مصر هو بمثابه اعلان دفن الربيع العربي ليس في مصر فحسب، وانما في كل الدول العربيه. لما لمصر من تاثير على دول المنطقه؟ هل تتصور ان الوضع فعلا بهذا الاتجاه؟ لا طبعا مصر تؤثر كثير، يعني بس دفن الربيع العربي او اعلان وفاته. يعني انا عم بقول هلا صار في شيء ثاني، طلع ربيع العسكر انه احسنوا فعلا العسكر وبقايا الانظمه الباقيه من استثمار اخطاء المتشددين، لانه أول نتيجة للربيع العربي كانت هي فوضى المتشددين وسيادتهم، وخوف الناس، أعطوا الفرصة للعسكر لحتى يعودوا مجددا. فبالتالي اليوم إذا بتنظر على كل الخارطة العربية بتشوف هذه العودة الجديدة إلى العسكر في كل مكان.
اولا في مصر، في الجزائر، انا ما انا من دول الربيع العربي لكنها كانت متاثره كثير بخضاته. عندما تاتي بوتفليقه الاضعف اللي مش قادر حتى يروح يصوت يعني، او مش قادر يقول بيان ترشيحه بنفسه، فمعناته انه العسكر هو الذي له الكلمه الفصل ولا يريد لاحد ان يشاركه. وهذا ايضا ده مشكله كبيره مع الاخوان المسلمين ومع المجموعات المسلمه في مصر. واضحة العودة الظافرة للعسكر في ليبيا، كان في اليمن يعني كمان جنرالات علي عبد الله صالح حاضرة، يعني ملائكته حاضرة في كل اليمن، ويبدو في عودة كمان قوية لأنهم باسم مكافحة التشدد الإسلامي في أكثر من مكان واضح أنه راجعين هن يمسكوا. في سوريا رغم كل ما تعرض له، رغم كل الإشكاليات، رغم كل شيء، العسكر هم الأساس والجيش هو الأساس، وسيعود رئيس الأسد في الانتخابات طبعا، وهو أيضا بردة فريق. بالعراق المالكي مثل صدام حسين، منهم عسكر، منهم ما عندهم رتب عسكري. يعني صدام حسين ما كان عنده رتبة عسكرية، منه من الجسم العسكري، إجا منه من المدرسة الحربية، بس أنه كمان رجع من جديد استفاد من كل مسار حتى يبني جيش. وهلأ المالكي عم يبني جيش بنفس الطريقة، وفي خشي باسم محاربة المتشددين، باسم مقاتلة داعش بالفلوجة وما بعرف شو، ساعة بيجيب طيارات من روسيا، ساعة بيجيبهم من أمريكا، وساعة بيرجع بيبني على عصب طائفي، قوة جيش كتير كبيرة، وكأنه رايح على الطريق نفسه. ما هي تبعات يعني تعزيز الربيع العسكري يعني كما اسميته يعني، يعني كانك رجعت البوصله الى ما قبل ثوره ابو عزيزي، كان عم نرجع الى ما قبل او الى وكأن شيئا لم يكن، مع فارق كثير كبير. لانه لما اجوا العسكر قبل 40 سنه اجوا تحت شعارات تحرريه تقدميه، رفض الاقطاع، رفض الملكيات، رفض، فبالتالي هلا محاربه الارهاب والاسلام الراديكالي، هلا محاربه الاسلام، مع فارق كثير كبير انه الظروف تغيرت والعالم تطور وما بقى في هذا النموذج للعسكر في كل العالم. يعني وقتها كانوا العسكر حاكمين نص الكره الارضيه، لكن على ما يبدو هيدي الظاهرة مش بس عنا، على ما يبدو عم تتكرر بأكثر من محل. يعني شفنا بتايلاند إنه يبدو راجعين أخذين نفس الشباب العسكر هنيك، كمان عملوا انقلاب بأكثر من محل إنه ممكن يرجعوا يعتضوا براسهم. روسيا إلى حد ما عادت، معقول هي تترجم عنا بلبنان أيضا يعني بانتخاب قائد الجيش يعني هلأ مثلا رئيسا للجمهورية بحفتر مثلا اليوم بليبيا أيضا تحت العنوان الأمني والمخاطر. هو ما كان في جيش بليبيا، كان الجيش والقوة الصغيرة المهمشة سياسيا، وهو خسر يعني محل ما كانوا يزجوها بمعارك الحدود خسر. اليوم كمان باسم الاغتيالات والتشدد الإسلامي، واللي عدنا عم نشوف مرسي جديد عم يطلع بمصر اسمه لواء حفتر يعني، وبالتالي بليبيا بليبيا وبالتالي وخطوطه أكيد كثير منيح مفتوحة على الضباط في مصر وحتما على الضباط بالجزائر، لأن ليبيا لا يستقيم وضعها في ممكن ينجح أي انقلاب أو تغيير فيها إذا ما في تعاون مع المصريين ومع الليبيين. والسؤال الأكبر أنه تبدأ ببنغازي، ما هي بنغازي بالنسبة لليبيا وما هي بنغازي بالنسبة لمصر؟ بشك أنه بيقدر حدا يعمل شيء ببنغازي من دون ضوء أخضر مصري، حتى ولو قيل اليوم أنه ليس للمصريين علاقة دور، لكن عم فيصير في إغراء للمصريين بهذا المحل، أنه ليش بتروحوا على ليبيا؟ بتروحوا على ليبيا لأنه أنت إذا بدك تحل مشكلتك الاقتصادية فيك تحل مشكلتك الاقتصادية بحل مشكلة البطالة بإرسال عمال إلى ليبيا، بتحلها بالغاز والثروة الليبية، بتعطي الأوروبيين بيرجعوا تتصالح أنت وياهم، لأنه الأوروبيين بحاجة لأنه يرجعوا يضبطوا ليبيا، لأنهم بدهم يمنعوا الهجرة غير الشرعية، وبدهم كمان بحاجة للنفط والغاز الليبي بمواجهة الحصار اللي عم يصير من أجل محاصرة موسكو بعد قصة. ففي كتير إغراءات عم تقول لهم تفضلوا شو تعالوا هون، بس ناسين انه في 50 مليون قطعة سريع، كل المتشددين الارض صارت بليبيا، يعني صاروا عم يفرخوا لن تكون المهمة سهلة يعني، ياما احلى يعني صارت تبذل لافغانستان بهذه القدرة على جذب العالم هون، يعني لن تكون المهمة سهلة في ليبيا وكذلك في مصر وكذلك في سوريا طبعا، يعني بس العسكر اخر شيء الحل الامني لما بيلجأ للحلول الامنية، والحل الامني على ما يبدو في اصعب مكان وفي اصعب نقطة، انه بسوريا ممكن متخيل بهذا الانقسامات العمودية الطائفية المذهبية ان يظل الجيش الى هذا متماسكا الى هذه الحدود، وبيرجع ينتقل من مرحلة الانهيار
الى مرحله بيدخل مرحله الصمود ومن ثم يهاجم يعيد الهجوم ويبدو ويظهر حتى هذه اللحظه انه الكاسب الاكبر ولا يزال هو الاقوى. فبيقدر العسكر في بعض الاحيان يتجاوز. سألتك قبل شوي اذا ممكن تمتد يعني هذه الموجه و يعني ايضا تحت عنوان العنوان الامني بشكل اساسي فيما لو طال امد الفراغ الرئاسي في لبنان وينتخب في مشير في لواء في فريق وفي واحد كمان بلارت دي ما بعرف قديش شو بسمي حاله ممكن بعدنا اصلا عماد عماد جان قهوجي اصلا في كثير تحليلات يعني ترى انه الاوفر حظا خصوصا اذا ما طال امد الشهور الرئاسي. اعتقد انه الانتخابات اللبنانيه لم ينضج اوانها بعد يمكن بدنا شو روحه جديده او شطاب جديد قبل يسبقها او هلا بدنا نمر عليها شوي هيك سريعا بعد ما احكي عن الانتخابات الرئاسيه السوريه بس هون بهمني احكي شوي عن الدور الامريكي والدور الغربي يعني هذا التحول من ربيع عربي الى ربيع عسكري. الامريكان قاعدين عم يتسلوا طيب اين هم الامريكيون؟ اين هي الدول المعنيه بكل هذه التغييرات؟ الامريكان بيستدرجوا عروض الامريكان لهم فتره عم يستدرجوا عروض مين بيقدم للعرض الافضل بياخذوا فكروا راهنوا على الاخوان المسلمين سقط المشروع سقطوا الاخوان المسلمين طيب بس هلا يعني اكلوا ضربه بليبيا مثلا انه صفير يعني طقوله مين ما كانوا حاسبين هذا الحساب ابدا فانه مين هلا بمصر مثلا ما كانوا راهنوا على الاخوان المسلمين هلا انه اوكي اذا السيسي بيضمن لنا الاتفاقات بيضمن لنا الدور الامريكاني وبيضمن لنا انه ما يروح لعند روسيا اهلا وسهلا فيه بيضمن لهم هذا الامر السيسي برايك؟ ما هو كمان عنده مشكلة كبيرة إنه يمكن هو كمان بلحظة من اللحظات أول زيارة راح على روسيا كأنه عمي إلا اسمعي يا جارة يعني بالطريقة يعني عم يستبدل الدعم الأمريكي بالدعم بروح الروسي بروح ممكن استبدله بالدعم الروسي هلا في أسباب وبيقدر يستبدله لأنه كمان هونيك عم يصير بالمقلب الثاني تغيرات كبيرة على مستوى العالم لكن كمان الأمريكان تلقفوا وتغير لهجتهم ضده من بعد الزيارة صار مقبول إلى حد كثير كبير صاروا يساوموه على موضوع الاتفاقات وصاروا يساوموه على موضوع اسرائيل. هلا طبعا ما حدا بيعرف بالوقت كيف بتصير الامور، يعني عبد الناصر لما اجى ما كان بعيد عن الامريكان وكان بيعرفوه وجاي تيعمل تنميه وجاي تيحل مشكله اقتصاديه وجاي تيحل مشكله قطاع. لقى حاله بزاويه صعبه اضطرت انه تاخده الى مكان اخر بس انه ما عنده المشكله الامريكيين انه يصير هذا التحول يعني العودة إلى أنظمة شبه عسكرية متعاضدة بشكل أو بآخر بين بعضها تحت عنوان أمن إسرائيل أولاً أمن إسرائيل والمصالح العليا للولايات المتحدة هذه الأولوية من يضمنها لنا أهلا وسهلا فيه بنحط إيدنا بيه وتعاملوا مع أنظمة يعني الله يعني دكتاتورية تتعاملوا مع ملكيات بائدة وبشعة تعاملوا مع مين ما كان مش فارقة معهم طالما المصالح محفوظة وبخمس دقايق بغيروا رأيهم لما ما تقعد تتوافق مع مصالحهم تخلوا عن شاه إيران تخلوا عن حسني مبارك تخلوا عن زين العابدين بن علي ما عندهم مشكلة مهم المصالح أن تظل مضمونة وأمن إسرائيل فوق أي اعتبار ورجع شفناها بالاتفاقات النووية والاتفاقات الكيميائية هذا هو ومهم مش عم يتكلف هو شيء لكن طبعا عدم مشاركته المباشرة عم تخلي كتير أمور تفلت من إيده يعني بلشنا نرى نشوء لقوة كبيرة بالعالم على حساب قوة الولايات المتحدة الأمريكية مش بسيطة لما تعمل عقد نفطي بين إيران بين الصين وروسيا ب 400 مليون دولار مش بسيط لما اثنيناتهم يرفعوا ايدهم مع بعضهم يقولوا فيتو بمجلس الامن ضد قرار تحبزه امريكا او تريده امريكا مش قليل يرجعوا يعملوا مناورات عسكريه مع بعضهم بعض في شيء انه ما بقى فينا نكمل هذا كان الطريق. قرار يعني امريكا ارادته يعني امريكا ارادت ان لا تتدخل ايه بعرف معمول لان ما تدخلت بس ما بقى هذا العمل ممكن على حساب تراجع تراجع وتنامي قوه تماما 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 انه كانت ما عم تكلفها لانه احنا قلنا بدنا نحجب بس انه في لحظه من اللحظات هل هي ازمتها الاقتصاديه ام هي تحول بالسياسه الامريكيه لا انه كانت انه المهم انا صود العالم ولما اقدر صود العالم بالمباشره او بالوكاله اذا قادر تديرها بالوكاله عبر وكلاء محليين بقدر ما بتكلفني شيء وهيك دارت كثير امور عبر وكلاء محليين لما بس لكن في خوف فعلا انه هدول الوكلاء المحليين ينقلبوا يصيروا بمحل ثاني ويمكن تخسر فبالتالي الى اي مدى رح تستمر الولايات المتحده عم تراقب من بعيد في بعض الاحيان قد تضطر الى ان تنزل الى الساحه لمواجهات مباشره لان قد تفقد الكثير من دورها واعتقد انه بلشنا نشوفها باكثر من محل يعني التضييق على الصين بس على الاقل ليس بعهد اوباما
يعني بيروحوا. رح احكي اكثر بهالموضوع، خصوصا يعني الدور الامريكي في الازمه السوريه، موضوع الانتخابات الرئاسيه ايضا في سوريا، ولكن بتوقف مع فاصل اعلاني اخير بهالحلقه ومن بعده بنتابع. ابقوا معنا. برحب فيكم من جديد ومنتابع القسم الأخير من برنامج الحدث لليوم مع الصحافي أمين أموري، وننتقل للحديث عن سوريا. وسأبدأ من الانتخابات يلي أجريت اليوم في اليرزة في لبنان، انتخابات الخارج. بنشوف أنه أعداد هائلة مثل ما شفنا ومثل ما نقلت الصورة زميلة نانسي من شوي من السفارة مباشرة. سؤال هون يسأل، يعني أنه طالما هذا العدد الكبير هودي كلهم نازحين موجودين بلبنان، مشان هيك عم ينتخبوا في لبنان وليس في سوريا، كل هؤلاء يبيعون الرئيس بشار الأسد، مؤمنون بهذا النظام وبقوته، ما الذي يمنع هؤلاء إذن من العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام وهي باتت يعني أكثر بكثير مما كانت عليه سابقا، وعدم البقاء كنازحين ولاجئين في الأراضي اللبنانية؟ عم بسأل حالي نفس السؤال، يعني بس من نوع يعني أنا مثلاً بعرف حالي لما كان في حرب أهلية بلبنان، ومثلي مثل آلاف الناس، مثل آلاف العالم يعني اللبنانيين، اللي لما كان في معركة ببلدنا اللي كمان كانت ببشاعتها لا تقل بشاعة عن الحرب السورية، مسكنا بالبقاء ببيوتنا رغم كل شيء. بفهم كتير منيح مقاس العالم، وبفهم كتير منيح أنه الضرورات والظروف اللي بتجبرك بعض الأحيان تغيري، وحتى قسم من أقرب الناس اللي لقالك فلوا ما عاد رجع. لكن اليوم هيك كمان لفت بهذا المنظر انه في مناطق صارت فعلا امنه تحت سيطره النظام، واضح انه واضح انه كل اللي كانوا عم بيصوتوا اليوم عم يصوتوا تأييدا للنظام وتأييدا لبشار الاسد، فبالتالي هناك مناطق امنه بدمشق نفسها، يعني يقال انه ما عدا مثلا بعض ساعات النهار يعني ممكن يكون في مشاكل. المنطقه الغربيه القريبه للبنان، مناطق الرمون، حمص اليوم كمان عادت الى كنف الدوله. طب ليه ما بيرجعوا برايك؟ فمثلا هذا سؤال كثير كبير بينطرح، لانه فعلا موجود مليون واكثر من مليون، يعني ربع سكان لبنان من النازحين، بيطرح علامات كبيره مش بس على مستقبل لبنان وعلى مستقبل سوريا، حتما قسم منهم اكبر شباب، حتما قسم اكبر منهم يفترض يكون صمام امان للدوله او بناء لا. ف في قلق فعلا حقيقي على احداث تغيير ديموغرافي جدي في لبنان. هلا هي يمكن هذا كل تاريخنا هيك، لكن اليوم اللي صاير بالبلد ما بعرف بيخبرونا الخبراء بموضوع السكان وموضوع انه مثلا في فجوه عمريه كثير كبيره بلبنان، يعني بالهرم العمري والهرم الديموغرافي الشباب من عمر 20 لل 40 اللبنانيين خرجوا. كل واحد ببيت، يا عنده واحد عم يدرس برا يا عم يشتغل برا، بعمر ال 20 ل 40 بتبين الفجوه قديش واضحه. ففي قلق انه ترجع هذه الفجوه تسد، اللي بيجي لهون بيلاقي عمل بيصير من الصعب، اللاجئ من اي كان او النازح من اي كان، اللي بيجي بيلاقي عمل بيقعد بيستمر، اللي بيلاقي زوجي او زوج بيقعد بيستمر، اللي بيحط ابنه بالمدرسه يستمر، اللي بيلاقي ظروف حياة مناسبة يستمر. فبقابل هذا الفراغ يعبأ بفراغ تاني، فمعناتها كل هذه التركيبة الديموغرافية اللي كنا بنعرفها تتغير. ومعروف لبنان حساس كتير على هذه المسألة، لأن في تركيبة طائفية، لأن فيها تركيبة صحيح. فبتصير أي اهتزاز، وأصلا عددنا قليل، يعني إيه عددنا قليل، فبيبين دغري الفارق، يعني مع نازحين فلسطينيين أقل من ذلك بكثير، مع ناجئين فلسطينيين أقل من ذلك بكثير، كان سبب أحد أسباب الرئيسية لحرب أهلية استمرت طويلة. فكيف بملايين السوريين بأرقام هائلة من النازحين السوريين؟ حتى سمعنا وزير الشؤون الاجتماعية عم بيقول اليوم أنه مثلا لما بيروح شخص سوري عايش بلبنان لحتى يزور حتى مجرد زيارة لأحد الأقرباء إلى سوريا، هذا بيبطل يعتبر نازح. يعني مجرد أنت قادر تروح على بلدك تعمل زيارة، أو بغض النظر عن سببها، سواء لانتخاب أو للاطمئنان على أقارب أو أي شيء آخر، فأنت لم تعد نازحا. وحقيقة ما بعرف شو الحل لها، يعني بيحكوا عن نظرية المعسكرات، طبعا ما المعسكرات، وين ستكون هذه المعسكرات؟ ما كمان هناك انقسام
عمودي مثل الانقسام اللبناني. عم ينحكى انه على الحدود ولكن ضمن الاراضي السوريه. ضمن الاراضي السوريه بتحط المعارضين للنظام السوري ضمن الاراضي السوريه، من يضمن ان لا يكون هناك كارثه؟ واذا بتحط كمان الموالين للنظام بمنطقه كمان نفس الشيء، واذا حدثت مجزره لانه كمان داعش والنصره مش مقطرين وامثالهم، يعني وين بتحطيهم؟ من كان معلش باللغه الطائفيه من كان سنه من الاتين الى لبنان يقيمون في منطقة أي منطقة سنية أم شيعية، إذا كانوا عند منطقة سنية مثل ممكن هل هناك ما يضمن ألا يكونوا معسكر تدريب كامل؟ يعني أزمة مفتوحة على كيف ما برمتيها على مزيد من المشاكل. فأنا بعتقد هذه القصة بعد فترة بكرة إلا ما تنتهي الأزمة السورية، لكن في لبنان رح تترك أثار بعتقد مش والدولة عاجزة عن التعاطي يعني مع كيف تتعاطي مع هذه يعني أزمة أكبر من قدرة الدولة اللبنانية كيف تتعاطي معها وكيف تحليها؟ يعني يقال لو تم التعاطي معها منذ البداية كما يجب ما كنا وصلنا اليوم. ما كمان في خوف إن في ناس عم تعاني، في ناس عم تعاني، في جرحى، في مصابين، في ناس عن وين إنسانة يعني طبعا وين بتقولي وين تروح؟ تفضل اهلا وسهلا فيك يعني حتما يعني ما فيك تقولي معابر غير شرعيه مفتوحه على وكيف ما بدك وما انت منك بالكاد تديري شؤونك الصغيره يعني. خلينا قبل بحد ذاتها طبعا سيعود الرئيس بشار الاسد لولايه جديده، الكل يعني ممن يعارض هذا النظام يرى انها مسرحيه وانها انتخابات هزليه وصوريه. بغض النظر عن هذه الانتخابات كيف ينظر لها الخارج؟ ما هو شيء بيضحك العالم يعني العالم هالقد بيضحك يعني صاير أنه انتخابات بأوكرانيا نؤيدها، انتخابات في سوريا نقف ضدها، انتخابات أوكرانيا لأن لنا مصلحة سياسية هي إذا بدك في إشكالية أكثر. هذا رئيس بغض النظر شو موقفنا موقف الناس منه ما كان موجود وإله حق يترشح، القانون بيسمح له. هونيك كان في رئيس زشروه وركبوا واحد محله وأنه بأي طريقة بانقلاب حقيقي يعني من نؤيد تلك الانتخابات، نؤيد ما يجري في أوكرانيا، نعارض. طب أنا كمان لما تصيري عم تشوفي بهيدي الطريقة شو بيصير ردة الفعل من تاني مالي؟ أنه فعلا هناك مؤامرة إمبريالية صهيونية كبيرة تتربص بنا، مؤامرة من الخارج. فاللي ما كان بده يكون عندك مثلا هم تغيير النظام من أجل الإصلاحات من أجل تغيير، بتصير شايفة قدام مؤامرة إمبريالية قونية عليكي، كل لغتك تتغير وكل منطقك يتغير وتصير مضطرة تتعاملي مع الموضوع بطريقة مختلفة. فيك تكوني ضد مع اللي حاصل بسوريا من اجل المطالب، وانا باعتقادي انها مطالب شرعيه 100% وضروره جدا. ترجع بتطلع بس ما عاد حدا عم يجيب سيرتها بقى هذه المطالب يعني صارت المشكله في مكان اول آخر. شيء نجح فعلا النظام، نجح نجاح مطلق في تسفيه هذه المعارضه، في تغيير، ما شك ما في شك انه كسبان يعني انه طلعهم ارهابيين ونجح في ذلك، وهن عطيوه كل ما بيريد حتى يثبتوا انه فعلا ارهابيين، وعطيوه كل اسباب ومقومات البقاء واضف الى ذلك الحظ الكبير اللي عنده اياه من كل ثائبوا حلفاء اضطروا يكونوا مخلصين او هن مخلصين معه اوايا حول منه سندوه بكل الوسائل ودعموه للاخر. يعني مشهد اول امبارح بمجلس الامن مشهد روسيا والصين للمرة الرابعة طب ما في ضرورات خارجية صبت بهذا المحل، في المقابل من كان يفترض به أن يدعم القوى البديلة تخاذل وتخانق مع بعض وما خلى شيء إلا ما عمله زر السعودي ما بيحكي مع القطر ونازين شارك ببعضهم. طيب شو بده يصير هلأ من بعد ما يفوز الرئيس الأسد بولاية جديدة لسبع سنوات؟ هل أصبح مثلا كل مؤتمرات جنيف واحد وجنيف اثنين ورانا الحديث عن مرحلة انتقالية أصبح وراءنا؟ لماذا عن المرحلة ما بعد انتخابه من جديد؟ جنيف راحت مع الإبراهيم، واليوم طبعا الانتخابات لا تغير، تغير بمعنى واحد بس فقط تغير، انه اذا رئيس ممدد لا رئيس غير يعني شو مقا يعني خلصت ولايته انتهت ولايته غير رئيس منتخب يعني في فرق كثير كبير قانونيا منتهي ولايته ايه يعني مثير مثلا عباس لما بدا المعارضه حماس بقول له انت رئيس منتهي ولايتك مش معنا، لا هون رئيس سيكون رئيسا منتخبا ومن مصلحه حلفائه بالمحافل الدوليه يعني تحديدا الصين وروسيا انه هذا رئيس شرعي، فبالتالي نحن ندعم رئيس شرعي ولا ندعم هذه الفائده. طب بس شو تغييراتها على المستوى الاقليمي على علينا حتى لانه ناجح ناجح لن يتغير وصارت الانتخابات بمناطق نفوذه بمنطقه نفوذه لن تغير شيء في المعطيات كثيرا، وبالتالي
بعتقد بعد هذا النجاح، بعد هذا الدعم الكتير الكبير اللي صاير له، بعد المكاسب اللي حققها ميدانية، أعتقد أنه لم يعد في حاجة لأن يقول لإجراء تسوية مع الباقيين، لإجراء لمد اليد للتفاوض. إمتى أنت بتفاوضي؟ لما تكوني بوضع صعب بيفرض عليك أنه ما بقى فيني أتقدم، فبروح بشوف خصمي. بس في المقابل ماذا سيحل بالمعارضة؟ يعني هل ستكتفي الدول الغربية بعدم الاعتراف بشرعية هذه الانتخابات وبشرعية الرئيس الأسد، أم أنه فعلا ستحظى بالتسليح يعني عن الطالب فيه وبالوعود؟ أنا لو كنت مكان المعارضة من أول 3 أشهر كنت لازم تعرفي أنه طاعي الأمل، عندك شعب هالقد ضحى، هالقد عنده إمكانيات، هالقد شو كان لازم تعمل؟ تكلي عليه بس على الحلم، ما أنتو لا، لكن للأسف ما كيف الشعب بده يواجه من دون أسلحة إذا عم تستخدم الأسلحة. أنا مشان هيك عم أقول أغرقوه بعسكرة الثورة، أغرقوه بإشياء تاني، أغرقوه بالمتطرفين، أغرقوه بكل شيء، لحتى فعلا قضيتي على كل ما تبقى له، ما عاد بقي له شيء. بينما مثلا لو كانت الثورة سلمية واستمرت بسلمية على غرار ما حصل بالبحرين، كانت ضنت قضية موجودة، كنت قدرت فرزت قضتها. أنا ما بعرف اليوم من هم قادة الثورة. بيقول لي الجربة، وينك يا جربة؟ جربة ما بيعيش برا، بيعيش مع الأرض، بيعيش مع الناس، بيقاتل معهم، بتحس فيهم. ما في قائد كبير إلا ما كان ملتصق التصاق وثيق بشعبه. بدي أسأل هون سؤال أخير قبل ما أختم وأرجع لنانسي من السفارة السورية، سؤال أخير بس باختصار أستاذ أمين بدي أسألك عنه، يتعلق بلبنان. اليوم لبنان ينتظر كل هذه الاستحقاقات، يقال أنه ينتظر ما سيجري في مصر، ينتظر ما سيجري في سوريا، ينتظر ما سيجري في العراق، وأنه سنبقى بدون رئيس إلى نهاية الصيف المقبل ربما. طيب ماذا ننتظر طالما أنه النتائج معروفة؟ وما هو المرتقب يعني أن يحصل بشكل يؤثر على إجراء أو عدم إجراء انتخابات رئاسية في بلد كلبنان؟ بعتقد نحن كان عندنا فرصة للسبت بالليل 25 الشهر أنه نحن ننتج رئيس حد أدنى بالصناعة اللبنانية، لأنه كان في نوع من التوافق الضمني اللي هو أنتج الحكومة والمشيها واللي عمل هذه الحب والغرام اللي صاير بين الوزراء. كان ممكن إذا سرقت الرئيس قبل 25 شهر يمرق، هناك خشية أنه من بعد 25 يبطل الأمر بإيدنا بالكامل، وهناك خشية أكثر أنه هذا التوافق الضمني اللي كان بين الإيراني والسعودي اللي مرر الحكومة ألا يعود موجود بالتغيرات اللي حصلت. لأنه كان مبين أنه مثلا بالعراق يمكن ما يكون المالكي، إذا عملنا توازن ما ممكن نركب حكومة إذا ما كان المالكي حدا منها. ومنشوف كمان كيف رايح اتجاه الريح الإيراني الأمريكاني، إذا كانوا رح يتفقوا على المالكي أم على شيء آخر. فبالتالي ممكن نحفظ مكاني للآخرين للسعودية ولغيرها في العراق بطريقة من الطرق، خصوصا إذا ميزان القوى اليوم تبدد هذا الأمر. يعني بسوريا كانوا بعده على الآن النظام عند حدود حمص مش عم يقرب، وساعدوه بتسوية على أساس أنه هذه التسوية ربما تمهد لتسوية سياسية أكبر. إذا أنت تبقى رئيس ممكن يكون هناك رئيس وزراء بصلاحيات مختلفة وحكومة مختلفة تمهد لشيء. لكن اليوم المالكي أول دون منازع، وواضح أنه رايح إلى رئاسة الوزارة للمرة الثالثة، هو مرتاح وبدون حسابات حدا. في سوريا أنه ما بقى ليش بدي فوضكم، أنا رايح على حلب هلا، وإذا رجعت حلب لكل حديث ما بدي اسمع احكي مع حدا. فلما الطرف المفاوض او الطرف المعني الاخر بهذا الموضوع عندما يشعر انه كان يامل بنتيجه او يامل بحصه، هالحصه بده يخسرها، وين بيحاول يعوضها؟ بالمكان اللي لذلك سيكون من الصعب. الايراني بده يروح على المفاوضات مع امريكا حامل ورق قويه، اذا ورقه العراقيه بايده، ورقه السوريه بايده، وكمان الورقه اللبنانيه بايده، بيفاوض ومرتاح. السعودي طيب انه خسرنا الورقه العراقية بالكامل، وكمان خسرنا الورقة السورية بالكامل، طب ليش بدي أعطيكم اللبنانية؟ سيدفع لبنان الثمن. فبتصور أنا مرة تانية رجعنا علقنا بلعبة الصراعات الإقليمية. بتأمل أنه ما يكون مضبوط، بس عندي إحساس أنه علقنا فيها. واليوم اللي شايفينه أن إحنا هذا الحب والوئام بأي لحظة ممكن يتغير، مش معناته أمنيا، ما عم أقول أنه أمنيا ممكن، ولكن تعرقل سياسيا. بعتقد العرقلة السياسية قد تطول لفترة. نعم، اسمح لي انتقل بختم هذه الحلقة من جديد إلى أمام السفارة السورية في اليرزي مع نانسي. نانسي تفضلي. نانسي نعم. ماذا نعم تفضلي نانسي، ماذا عن آخر الأجواء من هناك؟
نعم كاترين، لابد من الإشارة إلى أن أعداد السوريين الذين يحضرون إلى هنا إلى السفارة السورية فعلا ترتفع بشكل كبير. هنالك حالة من التدافع خارج السفارة وعلى طريق السفارة، عدد كبير من اللاجئين السوريين الذين حضروا للإدلاء بصوتهم يشكون لقناة الجديد التعرض لهم نتيجة التدافع. هنالك بعض الحالات من الإغماء، من الضرب تحصل حتى في أمام السفارة السورية، وحتى القوى الأمنية اللبنانية تطلب من كل السوريين الذين يحضرون للإدلاء بأصواتهم فعلا أن يحاولوا أن يلتزموا بعض الإجراءات لكي يتم تأمين وصولهم إلى هنا إلى السفارة. لكن الأعداد الهائلة والكبيرة جدا هي التي تسبب التدافع وببعض الحالات من الإشكالات يمكن القول بين السوريين وبين عدد من عناصر القوى الأمنية التي تقول والتي أعلن بعض عناصرها لقناة الجديد إلى أن الوضع فعلا يعني فاق التصور وحتى فاق التحضيرات المؤمنة له. أعداد هائلة تحضر، عشرات الآلاف يتدافعون بشكل كبير للوصول إلى هنا إلى مراكز الاقتراع. كاترين يعني تستطيعين أن تشاهدين المشهد خلفي، سأترك الصورة لمشهد الأعداد الكبيرة من السوريين الذين يحضرون لكي يقترعوا معظم الأصوات. يعني نفديك يا بشر بالروح بالدم، نفديك يا بشر بالروح بالدم، نفديك يا بشر بالروح بالدم، نفديك يا بشر. الله سوريا بشار وبس. يعني هل طبعا ما زالت على حالها الزحمه منذ يعني هنا؟ هذا هو الصوت الطاغي يمكن القول. نانسي عم تسمعينا؟ بدي بس بدي نوه بشغلي، بدي طالب سيادة الرئيس بشار الأسد يقول للعالم أنه نحن جايين ننتخبه، ويقول لكل العالم نحن مش جايين ننهم قدام السفارة السورية. نعم. ولا يضربونا بالبواريد ولا يضربونا بإيديهم بالكربات لعيونه. أكبر أسار لعيونه، هاي كلها حرقة قلبه لعيونك سيادة الرئيس دكتور بشار الأسد. نحن بننتخبك بالدم، بالدم نحن بننتخبك لعيونك يا غالي، نحن بالدم بننتخبك يا سيد. وصل صوتك، نحن مباشر وصل صوتك. شكرا لكم. بس بدكم تخلونا نكمل والا ما بتوصل اصواتكم، بس تتركوا لنا مجال لانه في عالم بدنا نشوفه. اذا كاترين يعني هذه الحاله، هنالك بعض الشكاوى التي تصل الى هنا الى السفاره. ضرب وقتل، معاناه لشو لتوصل؟ احنا وصلنا لهون من الساعه 7 ذبحنا مي ما شربنا. جاي تصوت لمين؟ جاي الدكتور بشار الاسد. نعم ثلاثة ما بنختار انا سوريا وبشار، اذا كاترين هي حاله من الهرج الكبيره. هذه الاصوات تاتي الى هنا الى السفاره السوريه لايصال صوتها وايضا لكي تنتخب، يعني الهدف هو الانتخاب بدايه. تعرف من الله فتح سوريا وبشار الاسد حتى واخوات الشباب خمسة وامي فدا سرماي بشار الاسد. طيب اذا كاترين يعني هذا هو المشهد من هنا من السفارة السورية. لا نستطيع ان يعني فعلا ان نتحرك نتيجة كما ذكرت الحالات الكبيرة والاعداد الكبيرة التي كما ذكرنا تأتي الى الاقتراع من خارج سوريا. هذا المشهد هو ربما يمكن القول هو المشهد الاول في تاريخ سوريا، حيث تمر سوريا اليوم بأزمة وبحرب ويضطر ابناؤها للاقتراع من خارج بلادهم. هي معركة تعددية أولى، ثلاثة مرشحين.
ثلاثة مرشحين يخوضون هذه المعركة أو الانتخابات الرئاسية، لكن الصوت الطاغي أقله حتى الساعة هنا، الأصوات العالية يمكن القول، وهذا مبرر أساسا أن تكون الأصوات العالية هي التي تهتف بحياة الرئيس بشار الأسد تأييدا للرئيس السوري بشار الأسد الذي يخوض هذه المعركة وحملته تحت عنوان سوا تقضي، يعني وذلك للتأكيد على ضرورة أن يكون الشعب السوري يدا بيد لإنقاذ سوريا من هذه المحنة التي تمر بها، وأيضا لخوض الانتخابات الرئاسية، كل الشعب السوري ليخوض هذه الانتخابات. أنا كاترين سوف أترك هذه الصورة فقط للمشهد أمامي، لا أستطيع فعلا أن نتقدم أكثر، وذلك نتيجة الحشد الذي ملايين ملايين السوريين جينا نعايد عبد الله نحمي بلدنا معك يا أسدنا لا نركع إلا بالله ملايين ملايين السوريين جينا نعايد عبد الله نحمي بلدنا معك يا أسدنا لا نركع إلا بالله باسمي الخلايق اوعوا الرئيس بشار اوعوا من حائط الحائط الله سوريا بشار كاترين. نعم نانسي، شكرا لك على هذه الرسالة التي نقلت الصورة مباشرة من السفارة السورية في اليرزي في لبنان. شكرا لك ايضا، بدي اشكرك استاذ امين اموري الصحافي على حضورك معنا في هذه الحلقه. شكرا لمتابعتكم ايضا مشاهدينا، والى اللقاء.